تجربة هيئة الإنصاف المصالحة كانت من أهم المحطات في مسلسل النهوض بحقوق الإنسان في المغرب، وتنظن بأنها أعطت دفعة قوية للنهوض بحقوق الإنسان ولتلافي تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لأن الهدف من العدالة الانتقالية هو إعادة قراءة ما جرى في ماضي اتسم بانتهاكات ممنهجة جسيمة لحقوق الإنسان، واستخلاص العبر مما جرى من أجل العمل على تلافي التكرار والوقوع في هذا النوع من الانتهاكات. الهيئة كانت تجربة اللي هي مميزة بالنسبة للمغرب كتجربة أولى في العالم العربي والإسلامي، وهذا عكس لنا واحد يعني جرأة سياسية بالنسبة للمغرب للخوض في هذه التجربة، وعكس واحد الإرادة ديال القطع مع ما كنا نعيشه في ما يسمى بسنوات الرصاص من انتهاكات التي كانت عبارة عن سياسة ممنهجة. طبعا هذا مكن أولا من إعادة قراءة هذا الماضي ومصالحة مع الذاكرة ديالنا مع تاريخنا، إعادة الاعتبار للضحايا، جبر الأضرار الجماعية والفردية، ولكن أيضا وهذا هو الأساس هو العمل على وضع أسس بناء دولة الحق والقانون، تعزيز الديمقراطية، يعني ترسيخ حقوق الإنسان في المغرب. طبعا من بعد التوصيات كانت هناك عدد منها اللي عرف الطريق دياله إلى التفعيل، طبعا هناك توصيات أخرى ما زلنا نأمل أن يتم تفعيلها، وما زال مطروح علينا كتحديات، المسار لا زال طويلا، وكما قلت في كلمتي نأمل أن يكون تحمل المغرب لمسؤولية رئاسة المجلس لحقوق الإنسان في جنيف تكون فرصة ثمينة تستثمر من طرف بلدنا لاستكمال هذا المسلسل ديال الإصلاحات من أجل تصفية الأجواء، من أجل يعني تكريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية والبناء الديمقراطي وكل ما نطمح إليه كأمة. بالنسبة لنا هذه الذكرى فرصة لاستحضار كل دلالات هذه التجربة وكل الانتظارات اللي معقودة على يعني ما يستتبعها من إصلاحات ومن قرارات سياسية تمكن بلدنا من القطع مع ماضي الانتهاكات حتى لا يتكرر ما جرى.